لسه الاغاني عايشه معانا حتى الاجيال اللي ما حضرتهاش، لكن لسه في وجداننا كلنا والناس حافظاها وبترددها. انه في التقرير اتكلموا شباب اتولدوا بعد اكتوبر 73 عن طبعًا تاثير الاغاني دي عليهم. بس انا شفت اغنيه شاديه يا حبيبتي يا مصر يا مصر، اصل الاغنيه دي يعني احنا مع اي مناسبه يا حبيبتي يا مصر، فالناس مرتبطه زنان هي بعد النص، لكن هي كانت بعد 67 صح؟ نعم هي غنتها لاول مره في يونيو عيد الجلاء يونيو 1970. ليها قصه الاغنيه، ليها قصه لانه يعني الاغنيه دي بالذات ليها علاقه خاصه مع المصريين، يعني لغايه دلوقتي مش عارفين ليه، يعني مش عارفين نشوف ايه السبب، لكن طبعا في اغاني وطنيه كتيره بس دي بالذات تتعرف بعد اي مناسبه، بعد اي ماتش كوره، لا دي بعد حاجه اي انتصار على طول. ليه بقى اشمعنى؟ هي برضو ليها علاقه بالفنان الشيف فاضل. كانت بتحكي لي بتقول لي انا كنت راجع من بيروت سنه 70 وكلمت حمزه محمد حمزه الشاعر وبني حمدي جولي، ف بفتح البلكونه بتاعتي كده، هي كانت ساكنه في البرج العالي ده اللي بيسموه برج بالمونت. ايوه بتبص على القاهره، فبتقول لقيت الانوار مطفيه، فحطيت ايدي على صدري وقلت يا حبيبتي يا مصر، فلقيت بليغ بيغمز حمزه كده بيقول له اكتب الكلمه دي يا حبيبتي يا مصر، وقعدوا كتبوا المذهب بتاعها عندي في البيت بتقولي، فانا فرحت اقول يا رب يا رب بليغ يديها لي يغنيها، وانا قلت لا هيديها لي انا اكيد، هديها لعبد الحليم صاحبه وحبيبه، يعني مش معقول يديني انا الغنوه دي. بعدين راحت لشاديه، ان هو كان بليغ في المكتب بتاعه وهو بيلحنها وبيغنيها، فكان ساكن فوقيه الصحفي الكبير محسن محمد، فلما سمعها قال له يا بليغ الغنوه دي اديها لشاديه، الغنوه دي بتاعت شاديه، اديها لشاديه دي مناسبه لشاديه، وفعلا راحت لشاديه طبعا يعني. وهي غنت بعد اكتوبر عبرنا الهزيمه في اكتوبر في اكتوبر يعني اغنيه أصلي عظيمه 71 بعد يا حبيبتي يا مصر، يا ام الصابرين على الالام عدينا، يا ام الصابرين تهنا والتقينا، عبد الرحيم منصور وبليغ حمدي، دي من اعظم الاغاني الوطنيه الحقيقه، كانت طبعا بمود حزين الحقيقه جدا جدا من الاغاني في 73 غنت عبرنا الهزيمه يا مصر عزيمه عبد الرحيم منصور وبليغ حمدي، ودي اتخذت من عنوان مقال الكاتب الكبير توفيق الحكيم في الاهرام. يعني بليغ النهارده ذكرى ميلاد توفيق الحكيم كان بالمناسبه، يعني الله يرحمه الله يرحمه. وغنت كمان لعلي اسماعيل ونبيله قنديل راحه فين يا عروسه يا مطب اخضر. في غنوه كمان اتخذت من مقال للكاتب الكبير هيكل محمد حسين هيكل، كان في الاهرام برضو. عاش اللي قال الرجال عدوا القنال، عاش اللي قال الكلمه بحكمه في الوقت المناسب.